أهلا بكم متابعينا الأعزاء في هذا الموجز السياحي الذي يأتيكم حصرا عبر المنصة الإلكترونية لجريدة السياحي. استقبل أمس وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي سفيرة جمهورية التشيك بالجزائر لينكا بوكورنا، وعرف اللقاء استعراض فرص تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية. وأكد الطرفان ضرورة صياغة برنامج عمل مشترك من شأنه ترقية العلاقات البينية في مجال التكوين والتدريب السياحي والفندقي وتثمين المقومات السياحية والاستفادة من الخبرة التشيكية في مجال السياحة الحموية، علاوة على إمكانية تنظيم معرض للصناعة التقليدية الجزائرية بالعاصمة التشيكية. ووجه الوزير دعوة لكبرى وكالات السياحة والأسفار التشيكية لتنظيم رحلة استكشافية للجزائر قصد التعرف على إمكاناتها ومقوماتها السياحية خاصة الصحراء، مذكرا بالتسهيلات التي أقرتها السلطات العمومية لصالح السائحين الأجانب الراغبين في زيارة الجنوب الجزائري. وعبرت السفيرة عن إعجابها بالمقومات السياحية لبلادنا، مؤكدة الرقي وجودة منتوجات الصناعة التقليدية الجزائرية، معتبرة أن هذه هي العوامل التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في استقطاب السائحين التشيكيين. وفي ولاية وهران تنظم الطبعة 13 من المعرض الدولي للسياحة والأسفار خلال الفترة ما بين 22 و25 من فبراير الجاري. المعرض سيعرف إقامة ندوات ولقاءات ومحاضرات إضافة إلى العديد من الفعاليات. والآن إلى ولاية برج بوعريريج، أين سينظم المعرض الوطني شاور الربيع وعيد المرأة 8 مارس 23 و2000 تحت شعار ربيع البيبان خلال فترة ما بين 26 من فبراير الجاري والسابع من مارس المقبل بالمركب الثقافي عائشة حداد. تنظم غرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية الجزائر دورة تكوينية في تركيب الحلي التقليدي، وذلك بين 5 و9 من فبراير الجاري. الدورة ستقام بقاعة التكوين بالغرفة، وستشرف عليها الحرفية أمينة بوغنون، ليحصل المشاركون في نهايتها على شهادة تكوين معتمدة من طرف الدولة، تمكنهم من الحصول على بطاقة حرفي في صناعة الحلي التقليدي. ويتضمن برنامج الدورة ورشات تطبيقية حول تصميم الحلي التقليدي، الحلي التقليدي العصري، والحلي العصري. أقامت أمس مديرية السياحة والصناعة التقليدية بولاية تيارت معرضاً للصناعة التقليدية بمتحف المجاهد بالولاية، وذلك خلال مشاركتها في الاحتفال بالذكرى 66 لإضراب 8 أيام التاريخي. قامت اليوم مديرية السياحة والصناعة التقليدية بولاية تبسة رفقة بعض إدارات المديرية بخرجة ميدانية للوقوف على مشروع دار الصناعة التقليدية الشريعة ومعاينة تقدم الأشغال فيه. قام أمس بإطارات بمديرية السياحة والصناعة التقليدية بولاية تيسمسيلت تحت إشراف المديرة الولائية للقطاع بخرجة ميدانية لمعاينة نسب إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي بالولاية، حثين المستثمرين على تسريع وتيرة الإنجاز ومذكرين إياهم بأن هذه المشاريع من شأنها خلق مناصب شغل وتدعيم الحظيرة الفندقية بالولاية، إضافة إلى أنها مصدر للثروة، ودعوهم للاتصال بالمديرية حال إيجادهم أي صعوبات في تجسيد مشاريعهم. إلى بلدية تاغيت بولاية بشار، حيث سنأخذكم الآن في رحلة إلى الإقامة السياحية الكثبان العالية التابعة للمؤسسة الوطنية الجزائرية للسياحة، والتي تم تصميمها بنمط تقليدي يحاكي الطبيعة الساحرة والتاريخ العريق الذي تزخر به مدينة تاغيت السياحية. تحتوي الإقامة على 44 غرفة بقدرة استيعاب 120 سريرة،
فضائل للتخييم بقدرة استيعاب 120 سريرة، مطعم للأطباق التقليدية يتسع ل70 شخصا، فضاء خارجي يتضمن مرافق متنوعة كمقهى وخيمة تقليدية، إضافة إلى محل للصناعة التقليدية. كما أنها متعودة على إقامة عدة نشاطات وتظاهرات ثقافية وسهرات تقليدية. إلى هنا أعزائنا المتابعين، نأتي وإياكم إلى ختام هذا الموجز. كان معكم عبد الرحمن بركاتي، إلى اللقاء في مواعيد إخبارية لاحقة.